السلام عليكم اخواتي، اليوم جبت لكم وصفه اللي هي تعتبر كما نقولوا راقيه، بالرغم من البساطه تاعها لكن تكون راقيه. اليوم انا بغيت ندير وصفه طورتها شويه وبدحت فيها، يعني نديرها هي كانت راقيه نديرها اكثر من راقيه. هذه هي الفكره اللي نحاول نوصلها. ان شاء الله ربي يعجبكم هذا الفيديو، ديروا لي جيم دعموني وديروا ابوني للقناه ان شاء الله. اليوم جبت لكم وصفه اللي هي السفه، كما قلت لكم سبقت وقلت لكم سفه لكن بطريقه راقيه. لهذه السفه غادي نحتاجو، غادي كتسمعوا المقادير غادي تنخلعوا لكن الذوق ما نقولكمش، غادي نحتاجو كيله تاع طعام، طعام عادي يابس، عندنا الزيت طبيعة الحال، عندنا الدهان عادي، الملح والماء، عندنا القرفة، عندنا عناصر التزيين، عندنا ججلان مقلي، عندنا حلوة الترك، عندنا كاوكاو محمص ومطحون ومقلي كذا محمص ومطحون يعني هي، وعندنا حلوة تاع الدراجي، وعندنا هذه الحلوة تاع التوت للتزيين، عندنا كاكاو، عندنا رشة للتزيين برك سطحي سكر غلاس، عندنا لافاني، وعندنا القرفه، وعندنا البيض اللي دايرته يغلي، بيض مغلي، حبه بيض مغلي. كاضافه اللي تبغي تزيد دير الجلجلان دير، عفوا الزبيب دير، تفوره وديره. نديرو الكيل تاعنا تاع الطعام، كما قلت لكم طعام عادي، نديرو له حوالي زوج مغارف تاع الزيت هكا ونخلطوهم اصابع اليد، هذاك الطعام مع الزيت كما نشوفو، تنشوفو حبات الطعام تخلطونا مع هذاك الزيت. غادي نديرو، نجيبو الماء، نديرو شويه تاع الماء ما نكتروش، قد ما يتبلل برك هذاك الطعام. نزيد شويه غير شويه، هذا هو الطعام تاعنا. غادي نخليه يريح حوالي 5 دقائق حتى 10 دقائق ونعاود نرجع لكم. بعد الطعام تاعنا ما خليناه يرتاح وشرب كما راكم تشوفوا، غادي نعاودو نحلوه اطراف اليد اطراف الاصابع هكا. من بعد نحلو هكا باطراف الاصابع كما قلنا، نديرو كده هكا من طريق طرفه الماء تغلي، نفرغوا هذا الطعام تاعنا في الكسكاس ونديروه يفور عادي كيما نفورو الطعام. عادي نديره فوق النار، نديره فوق النار طبعا الحال، نديرو نخلوه يفور على البخار كيما نعرفو، من بعد نتلاقى. هاكم تشوفو الطعام تاعنا فار، غادي ندير له بعد الطعام تاعنا ما فار نديرو له قرصة تاع الملح، ما نكتروش الملح، نعرفو السفة ما تجيش، نديرو شوية برك تاع الملح، ونديرو الماء القدر الكافي تاع الماء، لأن كيما تعرفو في الأولى ما كترنالهش الماء. غادي نجيب مقص ونخلطه مليح هكا، نحاولو أننا نخلطوه باه كاع يشرب الماء اللي درناه له هكا كيما راكم تشوفو، نخلوه يشرب من بعد نرجعو نشوفو الطريقة. الطعام تاعنا بعد ما فورناه ودرنا له الملح درنا له الماء بقدر كافي، لان في الاولى ما درنا لهش الماء، شرب الماء تاعه، خليناه يريح واحد 5 دقائق في داك الماء، قلبناه مليح. من بعد قلعته من الكسكاس، زدت له شويه تاع الزيت وخلطته ونغطوه ونخلوه يرتاح مده ربع ساعه، بعد ربع ساعه نتلاقاو ان شاء الله. الطعام تاعنا عفوا الطعام تاعنا خليناه كما راكم تشوفوا شرب الماء تاعه،
ونشوفوه لا راه راوي هكا نشوفوه بيدينا اذا كان راوي. غادي نخليه نديره يفور ونعاودو نتلاقاو ونشوفو الطريقه تاع السفره. كما راكم تشوفوا الطعام تاعنا فار، درت له المارغرين واللي يبغي يدير السمن يدير. هنايا مادام هكا يكون حامي كما راكم تشوفوا ندهنو. هنا قسمت الطعام على زوج، هذه الجهه غادي ندير لها، غادي نحط الصفايه وندير كميه تاع كاكاو مع المارغرين كما راكم تشوفوا، عفوا مع المارغرين، ونخلط مادام الطعام تاعنا يكون حامي هكا. صدقوني الريحه ما نقولكمش، هذا مناسب لسهرات رمضان ان شاء الله، لربي يطول العمر يجي مناسب لجو الضيف على غفله. ديروا لهم الصفه تكون صفه راقيه، في نفس الوقت تكون مقادير بسيطه متواجده في البيت. غادي نخلوها كما دام حامي، غادي نروح نجيبوا غرفه اخرى، نديروا هذا منا ونجيب هذا تاع القسم الثاني تاع الطعام، ندير له المارغرين كما راكم تشوفوا، ندهنوه مليح. نعرفوا ان السفه تبغي ميدام مارغرين ولا سمن ولا دهان حار، يعني كل واحد والذوق تاعه. انا هنا فضلت ندير مارغرين، ويبغى دير سمن ولا هي حره. هنا غادي ندير لافاني، كمية تاع لافاني باه يجينا منكه الطعام هذا. لاكوش الزاوجة جينا ونخدمو بسرعة باه نديرو المونتاج تاع هذا السفة، خاطش المونتاج تاعها لي يكون الطعام حامي سينون غادي يطيح. شا غادي ندير؟ غادي ندير في تاع لافاني شوية تاع ججلان، خلو شوية التسمين، نديرو شوية تاع الكاوكاو حمص ومرحي في هذا كذلك، غادي ندير شويه تاع الكاوكاو، غادي ندير حلوه الترك في هذا شويه كذلك، غادي نديرو شويه تاع القرفه، قرصه فقط ما كتروش باه ما تطغناش على، ونخلطو السفه تاعنا كيما راكم تشوفوا. يعني صدقوني الريحه ما نقولكمش، يعني ان شاء الله بربي تجربوه يعجبكم شكلا وذوقا. غادي نجيب هنايا، انا درت غرافه انديفيديال، لكن الاخت اللي بغات دير مول كبير ولا سيليكون مول كبار ولا دير، يبقى اختياري. انا غادي نوريكم هكا الا قدرت، لاحظت راني غير بيد وحده. غادي نحط الطعام هذا بالكاكاو هنايا كيما تشوفوا، نحاولوا اننا نضغطوا عليه ما نخافوش ما راهش معجن ولا نخافوا يتعجل لنا ولا نزيدوا. صدقوني الريحه ما نقولكمش، يعني ان شاء الله بربي تجربوه يعجبكم شكلا وذوقا. غادي نجيب هنايا، انا درت غرافه انديفيديال، لكن الاخت اللي بغات دير مول كبير ولا سيليكون مول كبار ولا دير، يبقى اختياري. انا غادي نوريكم هكا الا قدرت، لاحظت راني غير بيد وحده. غادي نحط الطعام هذا بالكاكاو هنايا كيما تشوفوا، نحاولوا اننا نضغطوا عليه ما نخافوش ما راهش معجن ولا نخافوا يتعجل لنا ولا نزيدوا. شوف
كي نقلبوه من نضغطوه مليح هكا. الان نروحو للطعام جوفاني، كذلك نديرو طبقة ونضغطو. انا هنا كثرت الذوق الشوكولا هكا، نضغطو مليح ونديرو سطح مستوي، ما نديروش جهة طالعة وجهة مهودة هكا. عفوا راكم تشوفوا والوقت اللي كانت دارت الطعام هذا دارت لها صوالح هكا وبرد لها، ماهيش مشكلة تعاود تحمي الطعام تاعها ودير. هادو هما، انا غادي نوخر هاد الصوالح منا باه نوريلكم ونلقاكم باه نشوفو كيفاش نقلبوه ونزينوه ان شاء الله. الفة تاعنا بعد ما وجدت درنا لها التزيين تاعها، قلبتها في الطبسي كيما راكم تشوفوا، وسر نجاح باه نقلبوها لا درناها في مول ولا درناها باه نقلبوها هو ان الطعام يكون حامي، وكي نبداو نخدمو نبداو ندكو كيما وريتلكم بالمغرف نضغطو مليح باه كي نقلبوها ما تطيحش وما تقعد كيما هكا، ما نهزو الطبسي ولا يعني ماش غادي تطيح لنا. زينتها بلي دغاجي بالبيض مغلي التمر كيما راكم تشوفوا، حلوه الترك، ودرت لها من الفوق سكر غلاس، كثرت لها شويه سكر غلاس متعمده لانه ما درتش معها الحسل، ما قدمت معها الحسل، لكن اللي ما يبغيش السكر يدير معها يحط معها الحسل. نتمنى ان شاء الله بربي تجربوا هذه الوصفه تاع السفه وتنال اعجابكم. ما بقى لي الا نقول لكم القاكم في فيديو اخر ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله بربي اديروا لي جيم ودعموني وديروا لي ابوني للقناه.